واحد جاي منه يبكي كمان، يبكي دموع التماسيح في خدود الضب، كرر يبكي. يا ود بتبكي انت؟ بتبكي للعقيده؟ تبكي حرقه على السنه؟ شيرك شغال في البلد دي مالانا قباب، وناس الخروج الكلون كلون بالفنانين بالمارقين برا البلد بيت جوا، ما سمعنا واحد فيهم بينكر المنكر كالشرك بالله سبحانه وتعالى، ما لقينا. ده موضوعهم بس، الغلاء والبلد والحكومة والضغط والاضطهاد والسوء والكبت وإلى آخره، ونحن ما في واحد فيهم بحارب الشرك، بل بيلتمسوا الأعذار لأهل الشرك. ده رد على ذنون ذاك، قال المظاهرات دي ما في أي شيء، الثورة دي قال ما في أي مفسدة، الثورة دي ما عندها أي ضرر ولا 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 حتلحق، كلها منافع للناس، كلها قدر ما تقعدوا بالراحة تحسبوها كده حتلقوها عبارة عن مجموعة بتاعت منافع. ديل العلماء ود، دي ابن عبد البر انت بتجي جنبه وقال داير مناظرة مع ناس الدين، ده ذنون ده، ده الدين ده الله؟ لما انا قبل الثلاثة شهور الاربع شهور واتكلم عن انه دارين مناظرة مع ناس الدين، داير مناظرة مع ناس الدين ورد على الطاهر التوم قال له قال رسول الله، ده وذاته مسجلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. هل احنا ذاته ما دار نتكلم في الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وده حديث؟ وما قادر يميز بين كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام عمر بن الخطاب الذي يروى عنه، ما قادر يميز. ده بسوي مناظرة مع ناس الدين، ها جايينك الليل انت وين ذاته؟ تعالنا ناظرك ويلموا فيك كيف ذاته، وانت جريت فزيت، انا الحارقني ومرق برا البلد، انت لو دين ولو حق مارق ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للناس هاجروا للحبشة وقاعد في مكة، الهجرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة مع المشركين يدعون للتوحيد ويقول لهم ده باطل وده حق، وحدوا الله وكذا وكذا وكذا، قاعد ما مرق، خلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الهجرة بعدها هاجر، والصحابة هاجروا رضي الله عنه. الناس يا جماعة لما تجي فوضى في البلد وتجي فتنة ما يتابع أي زول، أي زول عنده حنجرة ولا عنده صوت ولا بدغدغ عواطف الناس ولا كذا ولا كذا ولا الناس بيحضروا له كثير، خلاص يتبعوه. الله قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبعدين قال دار مناظرة معاكم، المشكلة طفش برا البلد، هسه أنا دار مناظرة معاك ألم فيك وين؟ أنا دائرة وقاعد في السودان دين، لا مارق ماليزيا ولا غيره، قاعد في البلد، انت كذا تعال تعال قرب. خوافين مارقين، ولو دين انت مارق ليه؟ لو دين يا ذنون وغيره انت مارق ليه؟ يا اخي موسى عليه السلام مشى لفرعون هناك وقال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. ذنون قال خطاب عمر البشير زي فرعون، وقال صبروا له بس 6 شهور ولا السنة الجاية بيقول لكم أنا ربكم الأعلى عديل. كان شوفوا فرعون بدأ كيف استخف قومه فأضعوه، بدأ زي البشير لما جاء زمان، شوفوا خطابه، كان زول مسكين وأنا والشعب السوداني وتكبير شوية فرعا لحد ما وصل المرحلة أوليس لي ملك مصر، بس هو له ملك السودان، وهذه أنهار تجري مشروع من تحتي، والله يدوه فرقة تاني سنة لقدام ما تسقط الحكومة السنة دي، السنة الجاية أقول لكم ربكم الأعلى. ده خطاب اللي بيسويه الآن، قارنوا خطابه بخطاب فرعون. عليك الله في فجور في الخصوم أكثر من دي؟ 30 سنة وقاعد في البلد دي ما قال أنا ربكم الأعلى، بس يقول السنة دي يعني عشان أنت بقيت مرشح معاه، وقال مرشح مع الرئيس، قال قاطع نص عمك ومارق ماليزيا وبشكر في الصوفية، وأنا ما جايك له شكر في الصوفية، جايبينه في صورة مع الترابي، وقال بناظرة أهل الدين وما قادر يميز بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين أثر عمر بن الخطاب إن ثبت عنه، ودار يناظر منه
ناس الدين ذنون. الله البلد دي غايته لف ودوران واي زول يتكلم يدو منبر يكورك بس. وجبن عجيب ما لقينا عبد الحي يوسف ده يصادم اهل الشرك، بل مشى لنا سود البيض عبد الحي يوسف قال لهم جينا نتعلم منكم الدين للخليفه، وشال معاه الفاتحه شال معاه الفاتحه وقال جينا نتعلم منكم الدين، وجاي بجاي طالب بالعدل. اعظم عدل التوحيد، اعظم عدل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز. قبل ما الطالب بالعدل مع الناس طالب بالعدل باعطاء الحق لصاحب الحق لله سبحانه وتعالى. طيب من النقاط التي تحتاج الى رد، ذنون الجندة معليش يا جماعة نحن منضطر نرد على الزول لأنه في بعض الناس اغتروا به، قال كلمة غبية جدا وكلمة تدل على انه الزول ده بس زول سياسي، والله الذي لا إله غيره لا بهمه الدين لا عنده علاقة بالدين، والله الذي لا إله غيره لا من قريب ولا من بعيد. صوفية أنظف وأشرف من الوسخ الحاول يقشوا فيهم البشير الليلة. قلت هذا ذنون عرفك بالدين شنو؟ تاسع عرف التوحيد كذا لغة واصطلاحا، انت عارفها؟ حافظ الدستور قال يتحدى في واحد قال له جيب لي ثلاثة من الدستور. دستور آية ولا حديث؟ يا ولد انت عمره، قال انا عمري الآن السنة الجاية بيبقى 40 سنة، حافظ كم جزء من القرآن؟ حافظ كم جزء؟ وقال بيتكلم باسم الدين وجايبينه مع الترابي البنكر عذاب القبر والبنكر المسيح الدجال ينزل يخرج والبنكر نزول عيسى عليه السلام والبنكر اشارات الساعه علامات الساعه، ده الترابي والله الذي لا اله غيره، والبسخر بالحجاج والمسلمين يقول برموا في 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 الحجاره يقولوا بنرمي في الشيطان، شيطان بتاع شنو؟ قال لي انا اللي هناك كلها مسجله صوره وصوت للترابي. ترابي اللي بيقول الصحابه اقتتلوا في الكرسي، ده خات يده معاه وبيشرف به وجايب صورته معاه رافعنا هذيك في اليوتيوب، وبيجاي هنا ده مع الترابي، وبيجاي هنا بقول الصوفية أشرف وأنظف. صوفية أنظف وأشرف ديل الأطهر والأشرف، أنت ما فاري من الذل، أنت ما قلت زلون يعني ده فهمك يعني زلونا وظلمونا وعملوا، شوف ده بقول لك شنو قال أستاذك يا فقير، ده برع القوم، أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، كن عنده ذليل حقير ليه وأتبعك الصغير، لا تميل أبدا لغير، ما تميل لغير الشيخ، قال كن ليه قريب جار ليه أخدم غير إيجار، من غير إيجار أنت تخدم الشيخ، أو عاك من الكجار، ما تكاجر الشيخ ليا الشيخ ويمكن ما كذا وكذا وكذا دليلك شنو، ومعاملة التجار كن ثابت عنده لا تضحك عنده، شيخ ده ما تضحك عنده اللي كاتم بس، قال في كربك أنده بتغيثك جنده، تنادي الشيخ في الكرب، والله في القرآن قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وفي النهاية ذنون رشح نفسه إنه يعني ده يبقى رئيس للجمهورية، وده خلاف السنة ذاته، كونك تطلب الإمارة دي ده خلاف السنة ذاته، ده في صحيح مسلم. أقعد في الواطة يا زول يعرف قدر نفسك، تبقوك مرشح انت والله مرة ما يدوك ليها تبقى رئيس عليها البيت، ده في نائب تملاك كضب زاي ولخبطة وكذا وكذا، وانت ما فاهم في الدين شي زول يا ناس، ما بميز بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أملي وعطالة وشباب وكذا وكذا والله في كذا والله في كذا، يا زول تكلم في التوحيد يا زول، تكلم في العقيدة، تكلم في المنهج القويم، بين الحق من الباطل. ودي أحاديث لو كان الأحاديث دي قالت تخرج كان بيشوفنا نحن سافرنا ماليزيا ولا قاعدين في البلد دي، والله الذي لا إله غيره لو الخروج جائز نحن ما خيابة زيك كده، لو الخروج جائز
كان بنشرب الشاي في بيتنا، يا بنفطر في شارع النيل يا في احمد شرفي، اصله ما عندنا واحد منه. ما بنمرق في ماليزيا بتاع ماليزيا. ده في صحيح مسلم باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. قال حدثنا شيبان إلى أن ذكر السند، قال إلى قولي حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. في داعي تانى أجيب نص تاني؟ واحد كفاية جدا وكذا. الواجب على النازل تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والشباب ما يغتروا والشباب ما يضيعوا وراء النازل، ودا والله الذي لا إله غيره ده مصير مظلم لمن يموت في هذه المظاهرات ولمن يخرج فيها. والله يا جماعة ده كلام مخيف جدا. رسول يقول لك ميت جاهلية، يقول لك لست منه، ويقول لك كذا وكذا وكذا، وانت تركب راس وتمشي، والكلام ده ما بقى عليك اسي، لانه الغضب والضيق والكبت في نفسك اللي انت شايفه، كبت في نفسك والله الذي لا اله غيره، والجوع والتعب اللي انت شايفه في نفسك، والغلاء، تتذكر اشياء، واحد عنده مشاكل في البيت وغيره وغيره وغيره، يمرق بس متضايق زهجان من الحياه، يقول لك انا ماشي بس بموت بس قدام، وديل يغشوه ينفخوه، وأولى والشهداء وكم مات شهيد، وحرية وعدل وسلام وصفقة وتررم تررم وأشياء. حرية سلام عدالة، حرية سلام عدالة، حرية سلام عدالة، والسلام يا الشعب. وتمرق مما يجيك ملك الموت، بعد ده بتشوف الحاصل، بعد ده بتتذكر 25 حديث وغيره من الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذي الإنسان يراجع نفسه ويقعد في الواطة دي، يدعو الله تعالى يصلح البلد، ويدعو الله يصلح ولاة الأمر، والإنسان يرجع إلى الله جل وعلا ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. والعاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره، والله الذي لا إله غيره. وما إن جرور النازل ما تسمع عليهم أغانيهم اللي بيسووها كل يومين ثلاثة، أيمن ماو وغيره من الناس تعنى الغنى ديل وكذا وكذا، ما تسمع عليهم، ما تملى صدرك ده أضغان تموت بيع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أخي صحابة لما قتل عثمان بن الجوزي ترجم لهم، قال ما خرجوا من بيوتهم إلى أن حملوا جنائز. يا أخي سعد بن أبي وقاص لما جاءت الفتن رضي الله عنه في صحيح مسلم، مشى هناك بر المدينة، من ذكروا له الفتن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الغنية، العبد التقي الغني الخفي. فر بنفسك من الفتن واصبر على الأذى حتى يستريح بر كما قال الإمام أحمد، أو يستراح من شنو؟ من فاجر. نسأل الله يصلح أئمة المسلمين وأن يتوب علينا وعليهم. ونحن قبل نبدأ أي شيء جايبين كتب ما تتلولوا بعدين، انتو كيزان ما كيزان نحن، ولا الكيزان بيرضوا بينا، أفهم الكلام ده كويس؟ انتو أمنجية، نحن ما أمنجية، ما أمنجية، ولا بندخل في الأمن، لكن ما بنحارب الأمن ولا بنخرج على الأمن. نحن ما أمنجية ولا بنحارب الأمن ولا بنخرج عليهم، ما خوف منهم، خوف من الله سبحانه وتعالى. الأمرنا ما نخرج عليهم كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الأدلة. ناس يا عطالة وسفلة ساوي لنا جوطة في البلد دي، والله الذي لا إله غيره، تمرك تشتغل تلقى رجال ونسوان برا مولعين لستك. والأدهى والأمر أن الكثيرين يتكلمون باسم الدين، واحدين باسم العدالة، واحدين باسم السلام، وهم يشعلون نار الحرب. إن شاء الله الكلام يأتي مفصلا، والنازل كله إن شاء الله بنناقشهم. ده الحي يوسف معتز، ده واحد كمان مصري، ده برضو استلم القضية، وداك بغادي واحد يعني من الجماعة قاعد لاف هنا في الحاج يوسف، قاعد عنده منبر، ده برضو بنجيه إن شاء الله في وقته. ده غير بتاع أقسمها برضو جايب الليل والرد إن شاء الله بتاع التقسيم، داك برضو بتاع أنصار السنة،
لخبة شديدة جدا، الناس هاجوا وماجوا، ونحن نرجو بهذا الرد، نرجو أولا الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثانيا نرجو تبصير الجاهل والأعمى، لأنه يغش الناس يا أخي. أمة يا أخي مسلمة وأمة ضعيفة، أخرج النسوان يجلدون، بعد يستخدموا العواطف، جلدوا النسوان، جلدهم من بيوتهم ولا مرقهم برا. نحن كل المسائل جاينا ناغشة، يقول لك الحاكم مشى للصوفية، انتوا رايكم شنو؟ جايين نقعديل ولا لافين، دارين مناظرة مع ناس الدين، جايين نقعديل. انتوا يا ناس بتتكلموا من جانب واحد، انتوا ما منصفين، جايين نقعديل. انت بس شيد حيلك واسمع الكلام ده من اوله لاخره، ما بطنك تطم، تشوف شكلنا كده تمرق طوالي. انت بتمرق ليه؟ انت بتمرق تحرق اللساتك، ما قادر تصبر تتحملنا، وانا العمه ما لبستها، لانه في عطاله دار رد عليهم ما بيستاهلوا ذاته يقابلون بعمه. والله حلقت الليله صلع، كنت دار الدار زي السمسم وجهي ساير، لكن نازل هاجوا في العربيه قالوا لي البس، المهم حاجات كده، لكن كنت دار اجيهم بصلعتي دي تلمع، شفتها اديها زي السمسم عشان تشوفني كويس. انت لما تقابلني احنا ما خايفين منك، افهم الكلام ده. ونحن الدين اللي بنعتقده بنقوله هنا، ما بنطفش لماليزيا، مارقون هنا ومرق في ماليزيا، والله الذي لا اله غيره. واحد برا البلد برضه شغال كوري، هذا واحد برضه بتاع غنى، هيجوا الجماعه والى اخره، الشعب ده عنده الرساله، يحاكم محكم بعداله، وين انت؟ جلد نظيف الليله، مين ادم الشيخ ده هنا؟ ادم الشين ده هنا، الشين والوجيه كلهم الليله بننجمهم ان شاء الله، والله الذي لا اله غيره. لو الخروج جائز احنا ما خيابة زيك كده، لو الخروج جائز كان بنشرب الشاي في بيتنا، يا بنفطر في شارع النيل يا في احمد شرفي، اصله ما عندنا واحد دي. ما بنمرقها في ماليزيا يا بتاع ماليزيا، هفهم الكلام، ما يغشوك برقصة ساي، حرية حرية وصفقة، وبنات برا البلد شغالات كذي، ثورة قولوا معاي ثورة، لقيت في مقطع قولوا معاي ثورة، شغالين كذي زي ما كانت الخياطة شغالين ديل بيجم برا، واحدين جوا برضو يصرخوا، واحدين كذا وكذا، مظاهرات فيها نساء، فيها نساء، ده دين؟ في السلسلة الصحيحة للألباني أن أم كبشة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إذن لي في الجهاد معك، جهاد عديل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت: لا أنا ما أرقى معك، إذن لي في الجهاد، إذن لي. قال: لا. قالت: يا رسول الله أداوي الجرحى وأسقي العطشى، أنا ما بشيل سيف بس ماشي مع المجاهدين، بداوي الجرحى وبسقي شنو؟ العرشى. قال: لا. وأسقي العطشى. قال: لا، ارجي اجلسي. قال: لا اجلسي، لئلا يقال محمد كان يغزو أو غزا بامرأة، عشان ما يقولوا جاهد بالنساء، مرق بالنساء، درس ولا جهاد، باطل ذاته خروج، ومارقين معاه النسوان، وراح وصفقوا لهم وجيبوا مقطع ولدين وشايلين ومعاهم بيت قدام الحكومه، يخدوا شنو؟ صباره ويشربوا منها. يعني اذا انت صار خلاص شربتوا مويه قدام الحكومه، واحد رافع له بيت قال لك في كتفيه، وها نجحت. تب دي ابوها وين؟ دي امها وين؟ دي أهلها وين؟ والله الذي لا إله غيره. تبرج وكما واحدين معتصمين قالوا دارين رحمة، دكاترة يا أخي يقولوا الحاكم جوع الناس، والحاكم أدانا وجور زهيدة، وهنا يعتصموا يخلوا الشغل. انتوا شغالين شنو؟ انتوا بتصلحوا عربات بتتحمل تخلوها يومين ثلاثة قاعدة ساي، انتوا بتعالجوا في بشر عيانين، ده انتقام من البشر المرضى ديل. الظريفة كنا في سنار سمعنا قالوا في مظاهرة في منطقة من المناطق في اعتصام، قالوا العيانين مرقوا بدي ربات ساوين مظاهرة، البلد دي نجحت عليك الله، والله الذي لا إله غيره. ديل عيانين ما قادرين يقعدوا برضو مرقوا، نسأل الله العافية. هو استقل على الأمة دي والله الذي لا إله غيره. أنا أكثر شيء حارقني إنه الواحد بتدي الحديث والآية بعين لك كذي في النهاية، بقول لك هوي كلامكم ده ما ينفع معنا. جبيل قلت لك إن دار تكفر أكفر عديل، قول الرسول كلامه ما بينفع معنا،
صلى الله عليه وسلم. أوعك تلخبط أوعك. والناس اللي بيخرجوا إيه تقال بيخرجوا ليه؟ بيخلوا النصوص وبقدموا العقل. نحن وبعدين بيجيون أفكار كذي، يعني البلد دي نمرك كذي، بعد شوية ندق الجماعة ديل، بعد شوية نقلبها، بعد شوية نقعد، بعد شوية الأمور بتمشي تمام. حد مرة قالت هايتو يا يعني يا ناس بدقن، ها الحاكم ده لو زاد الباسطة الكيلو بقاو بكذا وكذا ما بتمرقوا برضو؟ زاد الباسطة هاي كان شاله مرة واحدة، قعدنا بقينا زي الصوفية ناكل قرض ما بنمرق برضو. الرسول قال ما تمرق، وكان قال امرقوا ما خايبين زيكم، نحن ما خايبين زيكم. كان قال امرقوا بنمرق عديل ما بنمرق في ماليزيا، بنمرق كذي على شارع النيل، فهم الحاصل؟ أصله بنمرق ماليزيا نمرق عديل، لكن الرسول قال ما تمرق صلى الله عليه وسلم. وذاك قال داير مناظرة وفز مشى وينه ماليزيا، نحن الحقك هناك يعني داير مناظرة، خلاص نحن في السودان هنا، تعلينا هنا، أنا سوداني وسوداني أنا، والله أنت مجينا هنا دي نناظرك وين التازي؟ الرسول قال لك ما تمرق صلى الله عليه وسلم، وقال لك وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله عوف بن مالك أفلا ننابزهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، مساجد مفتوحة والصلاة شغالة، وإن ظلم وإن جار، ودي أقوال أئمة جماعة، ودي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده مذهب السلف. والناس اللي بيمرقوا على الحكام في المنابر وهيجوا الناس زي محمد الأمين إسماعيل وزي آدم إبراهيم الشيخ الشين 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 وزي محمد علي الجزولي محمد علي الجزولي وزي ناس النون ديلك البكوركم من برا وزي ديل كلهم، قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله والقعدية، والناس اللي بيقول لك سلمية سلمية، داك بيغني قال سلمية سلمية والناس في السجون مرمية. يا ود والله الناس اللي تفسحوا فسحة في البلد دي. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال والقعدية قوم من الخوارج، ده صنف منهم، يزينون الخروج ولا يرونه، ما بشيلوا السيف لكن بهيجوا الناس بالخروج وفعلوا وكذا، وهؤلاء يفعلوا، وقالين هذه شجاعة. الود اللي اسمه زنون ده قال الثورات دي الثورة دي ما فيها قال مفسدة واحدة ولا شر واحد، تلقوه إن شاء الله تسجيله تلقوه، قال الثورات دي ما فيها شر واحد ولا مفسدة واحدة. الثورة دي ما عندها أي ضرر ولا حتلحق، كلها منافع للناس، كلها قدر ما تقعدوا بالراحة تحسبوها كده حتلقوها عبارة عن مجموعة بتاعت منافع. تعال شوف الإمام الأجري رحمه الله في كتابه الشريعة يرد على أمثال هؤلاء، قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا. الأجري برضو أخو مسلم، الأجري كوز برضو كوز الأجري رحمه الله، قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة، عصاة لو صلوا براءون صلوا ده جزء من الدين، لكن عصوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الطاعة، طاعة ولاة الأمور. طيب قال فليس ذلك بنافع لهم، قالوا ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن احنا دارين العدالة، ما شفت ذاك قبل أنا جبت لك كلامه فنان ذاك ما شفته؟ قال ناس بروف شباب بروف، قال شباب بروف من غير ما نتوف وفارقوا الخوف ووقوف، بعد شوية قاعد يرقص، وقبليه قال الشعب ده عنده رسالة يا حاكم احكم بعدالة، والله وهم بيدعوا انهم بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن شنو المنكر. وهم ذاته بتاع الراب، بس ده معروف الراب ده كده شغل ده كيف هوك ده بتاع معروف برضو مارقين بر. طيب قال ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهون يموهون على المسلمين،
وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة. طيب، رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. قال: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج. قال: يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء، ويستحلون قتل المسلمين، خاصة قتل المسلمين من ولاة الأمر. والله وفرحانين، يقول لك قلبنا تاتشر وكسرنا فلان وفلان، وين ودو ودينا وين، ودعملنا لك كذا وكذا وكذا إلى آخره.